اللقطة كانت على نور وفالديفيا أرسلها والكرة بعد ذلك بقبضة اليد جاءت من أمتو واصلة كارليتو بعد ذلك أيضا تعود لدى لوكاس المرتدة لا وجود لراية محمد عطية أرسلها لدى لوكاس ريمبار كرة وين جول أول يأتي لأحد وبمرتدة مثالية وبكرة مرتدة مثالية وكما كتبت في كتبكم في كتاب كرة القدم جاء بها الفريق الأحدي كرة مرتدة مثالية لوكاس يصل ويأتي بالهدف الأول للفريق الأحدي لوكاس ريبار يعطي التقدم لأحدي الآن شوف الكرة جاءت كذلك من كارليتو بعد ذلك محمد يفاو النقلة لمحمد عطية من لوكاس أعادها للوكاس ريبار ليضع الكرة في شباك أساف ويعطي تقدما للفريق الأحدي الآن الصمت يخيم على جنبات الجوهرة الصمت يخيم على جنبات الجوهره